أخبار اليوم. تصريح أثار عاصفة غضب بين طبقات الشعب المصري والذي جاء باستقالته، وجاءوا هم موجهين تساؤلاتهم له. ايه رأي حضرتك يا وزير العدل انه ابني قاعد واخد بكالوريوس هندسة وقاعد جنبي مني في المحل؟ يعني حضرتك بتقول انه ابن الزبال ما ينفعش يقعد. ليه ما ينفعش يقعد؟ طالما الراجل ملتزم وشايف شغله وشايف مصلحته وراجل مثقف وبعيد عن اي حاجة غلط. خدت بالك يا سيد الرئيس؟ العدل العدل العدل. رئيس وزراء بريطانيا بيعندوه بيقول له ان اباك رئيس وزراء بريطانيا كان ماسح احذية، قالوا كان بيتقن عمله، ماسح احذية بس بيتقن عمله، فما فيش فرق، ده ابن امير وده ابن خفير. اللي كنتوا عايزينها خليفة كل اللي يطلع يبقى هو قاضي وكيل نيابة منكم فيكم. ما ينفعش، هي راحت منك يا سيادة الوزير. انا شاب في كلية خدمة اجتماعية، والدي شغال ارزاق على باب الله ورشة الحام كاوتش. دلوقتي انا لو خلصت جامعتي لو جالي شغل مش هشتغل عشان والدي شغال ارزاق على الله مش شغال في اي مصلحة حكومية؟ ابن الزبال ما ينفعش يبقى قاضي؟ طبعا ليه ما ينفعش يبقى قاضي؟ ليه؟ هل يعني مثلا احنا مش كلنا بني ادمين؟ دي حاجة انا بقولها. انا عندي ابني بيشغل في التلفزيون وطالب في كلية الاعلام، و يعني ايه لما مثلا هيحب مثلا ابني ده لما يجتهد ويبقى كويس؟ ما ينفعش يبقى مذيع مثلا، ما ينفعش يبقى مثلا مدير التلفزيون، ما هو مجتهد ولسه سنه صغير، ما ينفعش. انا بكمل كلام والدي اللي وقف ورايا وبناشد وزير العدل ان ابن الزبال ينفع يشتغل قاضي، مش زي ما انت ما بتقول. انا شغال مكواجي تمام، والحمد لله ربنا كرمني ودخلت التلفزيون في شركه صوت القاهره، وطالب في كلية إعلام التعليم المفتوح وفي سنة تانية دلوقتي، وبكمل وإن شاء الله هكمل وأكون حاجة وهوريك ابن المكواجي هيكون إيه بإذن الله. دلوقتي ابني اتخرج وبقى وكيل نيابة وده 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 كله، ما ينفعش أنا أعينه مكانه؟ ما ينفعش أنا أعينه في أي مكان تاني؟ طبعا أنتوا رافضين الموضوع ده كله عشان أنا طبعا طبقة فقيرة، وطبعا بتبص للطبقة اللي هي العالية. طبعا ايه ما ينفعناش الكلام دوت. وما احنا عملنا الثوره دوت ليه؟ عشان يبقى كلنا مساويه، سواء واحد ما نبقاش بين فقير وبين غني وبين ده وبين ده وبين دوت. انتوا ليه بتفرقوا بين ده وبين دوت؟ بتاخدوا من الوزير عشان بيدفع فلوس؟ انها بتدفع فلوس عشان تدخل الشرطه ويخش اي وظيفه ثانيه، وعشان تعرف في شركه بترول بتدفع بالالافات وبتدفع بدوت. لكن ما احنا نيجي نقدم يقول لك لا خليك انت على جنب، الورق بتاعك اتحط في الدرج. صح مش هو ده اللي بيحصل؟ وعشان يتعين مكانه يقول لك اقعد يفتح لك الدرج كده ويقفله عشان تحط له فيه فلوس فيه. مش هو ده اللي بيحصل؟ قالوا عنها ذلة لسان، قالوا عنها حقيقة، ولكن إن سألوك عن العدل فقل مات عمر. مصطفى سعد، أخبار اليوم.